أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ما شاء الله ما شاء الله. في مثل هذه الليلة أطل على البيت العلوي وجه العيد بملامح طفل ورث الجمال المحمدي ومرادفه العلوي، طفل ذو طينة مطواع والمشكل محمد وعلي. ومن حضن فاطمة بثقت حكايته على وقع حدي تعزف الملائكة ألحانه. أشبه أباك يا حسن واخلع عن الحق الرسن. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. أجمل التهاني والتبريكات بذكرى مولد الإمام المجتبى التقي الزكي السيد الولي سبط النبي الإمام الحسن بن علي عليهما السلام. وفي هذه الأجواء المفعمة بذكر السبط نفتتح حلقتنا التي سيشارك فيها خمسة متسابقين تأهلوا من المرحلة الأولى، حيث سيؤدون الليلة قصائد تراثية حسينية في حضرة لجنتنا الموقرة التي ستختار منهم ثلاثة فقط للانتقال إلى المرحلة الثالثة من مسابقة وجيهاً بالحسين. إذن حياكم الله مشاهدينا الأكارم، حيا الله حضورنا الكريم وتحية طيبة مباركة إلى لجنة التحكيم، أساتذتنا وأحبتنا وآبائنا، وكل الهلا بكم جناب السيد المفضال والحبيب السيد حسن الكربلائي. حياكم الله سيدنا، تراثنا الغالي. الله يبارك فيك. وإلى المبدع الجميل الغالي الأستاذ الملا قحطان البديري. حياك الله سيدنا، الله يبارك. حياكم الله. إلى الجميل الرائع الحبيب الكبير الملا الشيخ حسين الأكرف. حياكم الله. أهلا بكم سيدنا، حياكم الله. وإلى أبينا وحبيبنا الغالي الأستاذ الرادود القدير العم أبو بشير النجفي، حياكم الله. وافقني. وأيضا تحية طيبة إلى ضيفنا الاستثنائي بهذه الحلقة الرادود الملا الحبيب الإحساس الجميل الأستاذ أحمد الخيقاني، حياكم الله وكل الهلا بكم. في هذه الحلقة الخاصة بفئة التراث يكون لزاما علينا تحية أحد أعمدة تراثنا الحسيني العريق الرادود وطن النجفي. وطن النجفي، ولد ملا وطن النجفي في مدينة النجف الأشرف وتربى على حب آل محمد عليهم الصلاة والسلام. تلك الأجواء القدسية اجتذبت ملا وطن، فبدأ رحلته في الخدمة الحسينية عام 1954. في عام 1964 تنقل ملا وطن في عدد من المحافظات العراقية لإحياء المناسبات الدينية في المجالس الحسينية في شهري محرم وصفر. تعرض الردود ملا وطن النجفي إلى مضايقات من قبل أزلام النظام البائد، وفي عام 1991 أعدم والده بعد مشاركاته في الانتفاضة الشعبانية المباركة. استمر ملا وطن بخدمته الحسينية ولم يكترث إلى تهديدات النظام، وفي عام 1993 اعتقل ملا وطن وكان قاب قوسين أو أدنى من الإعدام. في عام 2003 وخلال أربعينية الإمام الحسين عليه السلام قرأ ملا وطن آخر قصائده في ضريح الإمام الحسين عليه السلام، ليرحل بعدها بأيام إلى جوار ربه راضيا مرضيا، تاركاً بعده تراثاً كاملاً من القصائد الخالدة. أسعد الله أوقاتكم أحبتي مشاهدينا الأكارم في هذه الأمسية الرمضانية الحسينية، ونذهب وإياكم إلى المتسابق الأول
من البصرة منتصر شهيد الحجامي.